احنا ضمن البرنامج ديالنا في باب النهوض بالمنظومه ديال التربويه واعاده الاعتبار لمهنه التدريس اجراء كيقول بانه الرفع التدريجي من الحد الادنى للاجره الصافيه لتصل الى 7000 فرنسي ديال الدوله. هادشي كاين في البرنامج. وبالنسبه لحملتي شهادتي التاهيل التربوي، انا غنعاود نرجع لكم لو تيكست لان هادشي كيرجع بزاف وكيغلط المواطنين وكيغلط مع الخطا حتى الاساتذه. اولا غنتكلم اش جبنا في البرنامج باش نكونوا كلنا طونكين بانه سميتو، وغادي نقرا لكم الفقره اللي كاينه على هادشي. انا هادي خديتها من البرنامج ديال الحكومه اذا سمحت. ان اعاده الاعتبار لمهنه التدريس تمر بالضروره عبر تحسين دخل الاستاذ عند بدايه المسار ومواكبته طيله هذه الاخيره وتقييم منتظم لكفاءته في اطار حوار اجتماعي لانه هاش بغينا ولكن راه كاين حوار اجتماعي. تفتح الحكومة خلال السنوات الأولى من ولايتها حوارا اجتماعيا خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية لتصل على 7500 درهم بالنسبة لحملتي شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية المهني التربية والتكوين. وإن هذه الزيادة البالغة، لأن الزيادة هي 2500 درهم، أجرة ديال بداية المسار ديال الأستاذ، ستتيح رفع من جاذبية مهنة التدريس. وبالنسبة للأداء الأساتذة الممارسين اللي عندهم أقل من 7500 درهم، سيكون بإمكانه الاستفادة من التعويضات الجديدة شريطة الحصول على شهادة تأهيل تربوي بعد اجتياز مهني تضعه كلية التربية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتدعمها المؤسسات الأساتذة المعنيين الراغبين في الإعداد لهذا الاختيار. هذا هو البروغرام. البروغرام اش كيقول لك؟ الناس اللي عاد تخرجوا الشباب باش نجيبوا لهم المليار باش يجيو المخيرين، اللي غادي يبداو في المسار ديالهم غادي نزيدو لهم 2500 ديال الدرهم مينيموم باش يبداو يجيو ليه الناس اللي هما صحاح واللي باغيين. وغادي نكملوا معاهم. ما عمرنا قلنا هنا دابا الاخوان اللي يمكن يشوفوني في اللايف دابا كنطرقوا للمشاكل باش نفهموا، ولكن المستقبل كلام اخر غادي نهضر عليه. بلي حطينا هاد الاشكال حنا الهدف ديالنا هو نطلعوا من المستوى ديال التعليم. يعني مشينا 30 عام الشباب يعني تعطات لي مايا باش نجيبو باش لا تاكتيفيتي، ولكن ربطناه بواحد القضيه هنا مهمه هي على حسب الحوار الاجتماعي، لان حنا ماشي بوحدنا، حنا عندنا نقابات منفصله، عندنا الناس ديال المهنه، ما يمكنش نجيو اون فامبوزي ها سميتو. اولا كنقولوا بانه يعني الحوار الاجتماعي غادي يتفتح في السنه الاولى، كي نقول لكم بانه تفتح في الاسبوع الاول. من الاسبوع الاول فاش جات الحكومه بدا الحوار ديال الاجتماعي، وتعملت اكثر من 50 اجتماع يعني مع النقابات. ثانيا هاد 7500 درهم، هاد 2500 ديال الدرهم اللي قلنا خصنا نعطيوها، شحال واحد كيدخل في العام في الاول؟ كانوا كيدخلوا 15 18 الف، دابا يمكن 20 الف، هما اللي عندهم الحق فيها اللي كيدخلوا باش كيتكونوا. جاو الاخوان في اطار الحوار الاجتماعي كيقول لك اودي غادي تعطيو اللي عاد بدا جديد، والناس اللي خدامين هذه سنوات ما غادي يوصل لهم حتى شي حاجه.
وفهمنا بانه ما بغاوهاش في الدخله، بغاوها في الخوجه. يعني كيقول لك اودي انا بلي كنوصل لواحد المستوى ديال ليشيل 11 كنوقف وكنبقى سنين وانا خدام وما عنديش لو روندمون، ما عنديش اي حاجه. لانه ما يمكنش هكا ولا هكذا. جي عندي السيد المسطح ليا الاشكاليه، قلت لهم لهم الاسبقيه اللي بغاو. حنا 2500 ديال الدرهم عطيناها، ولكن بلاصه ما نعطيوها في الاول، الناس اللي كانوا كيتحاونا مع تحاوا معنا بغاوها في الاخر. وكاينه اليوم في يعني في يعني في في النظام الاساسي. من بعد جات القضيه ديال 900 ديال الدرهم الاساتذه المدرسين كيقول لك ما عطاونا والو، كيقول لك ما عطاونا والو، لانه حنا رابطين يعني هاد المنحه مع الجوده ديال التعليم. كنقولوا بانه بلي المدرسه توصل لواحد المستوى يكون عندها واحد لابيل على 4 سنين اللي جايه ولا 5 سنين، كل عام ناخذوا 2000 ولا 2500 مدرسه، غادي نديروا ليها يعني لو كونتوني ديالها باش تكون في واحد المستوى. قبل كنا كنقولوا بانه الاستاذ خصو مع الانسبكتور ويدوز لي تيست باش يقدر يطلع لهذا كياخذ هذيك البريم. حتى في